أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلناها فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. زانية وزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زاني لا ينكيه إلا زانية أو مشركة وزانية لا ينكيهها إلا زان أو مشرك وهرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا بأربعة شهداء فاخلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك فاصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم وشهادة أحدهم 4 شهودات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب لله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لهم بل هو خير لهم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبرات منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المسلمون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لن أن نتكلم بذا ها سبحانك هذا بختان عظيم.
ويعيذكم الله التعود لمثله أبد إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أتشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وله هو السميع العليم ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبوا أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعِنُوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخابثات للخابثين والخابثون للخابثين ستي وطيبات لطيبين وطيبون لطيبات أولئك مبرا مما يقولون له مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحد فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل المؤمنين يقعدوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قل المؤمنات يقعدوا من أبصارهن ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليصربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا بؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن
أو أبنائي بيو أولتين أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أهواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. أو التابعين غير أولي الأربة من رجال أو طفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكها حتى تغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفار رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذي نخلوا من قبلكم ومن إذا للمتقين لله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشقة فيها مصباح لمصباح في زجاج تزجاجة كأنها كوكب دور يوقد من شجرة مباركة زيتونة ناشر كية لقر بية يكاد زيتها يضيء ولو لم تسمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره ما يشاء ويضرب لله الأمثل للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالقدب والأصل. رجال لا تلهيهم تجاريت ولا بيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولو أبصر ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيد هم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالكم كسراب
بقيات يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يره ومن لم يجعل لله له نور فما له من نور ألم تر أن الله يسبيه لخ من سم ذيت والإرض وطير صافة كل قد علم صالحا تيه وتس به هي وليه عليم بمي يفئيلين ولله ملك سمي ذيتي ولرضي ولله مصر ألم تر أن الله يزجي سهيب ثم يوليه في بينه ثم يجي إليه ركيم في تير الودك يخرج من هلالاتي وينزل من السماء من هجاء فيها من برد فيصيب به من يشاء ويضرفه عن من يشاء يكاد السنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرات لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرض وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أيقولوا سمعنا وطعنا فأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسم طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون
قل أتي الله وأتي الرسول فإن تول فإنما عليه ما همل عليكم ما هملتم وإن تطيئوه تهتدوا وم على رسول إلى البلاغ لمبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف فالذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن يكفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل الصلاة ذات الفجر وجنة تسمو نثيا بكم من ظاهرات ومن بعد الصلاة لإشاء ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طواف عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن تضعن ثيابهن أرى متبر جات بزينة وأن تستعفي فن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أتأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملك مفاتيحات أو صديقات ليس عليكم جناح أو تأكلوا جميعا أو أشتت فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم
tahiyatan min ibadillahi mubarak tan tayyibatan kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tuqalun. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إلي الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا ستذنوك لبعض شأنهم فذني لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفر رحيم لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعدا قد يعمل الله الذين يتسللون منكم لوز فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينأ بيوهم بما آمنوا والله بكل شيء عليم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير الذي له الملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلا كل شيء فقدره تقدير واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة وتن ولا نشر وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك قطر هو وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزور وقالوا أساطير الأولين كتتبها فهي تملى عليه بكرات واسل قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفارا رحيم وقالوا ما لي هذا رسول يأكل طعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال ظالمون إن تتبعون إلى رجل لن مسخور انظر كيف ضربوا لك الأمثل وفضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذاك لي جنات تجري من تحته الأنهار ويجعل لك قصرا بل كذب بالساعة وتدنى لمن كذب للساعة سير إذا
رأت من مكان بعيد سمعوا له تغيوز وزفير، وإذا ألقوا منها مكان ضيق مقرنين دعوهن ليك ثبر، لا تدعوا اليوم ثبور واحدا وادعوا ثبور كسر. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومسر، لهم فيها ما يشاءون خالد كان على ربك وعدا مسؤول، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا ذكرى وكانوا قوما بر، فقد كذبوكم بما تقولون فمت ستيون صرفا ولا ندرا، ومن يظلم منكم نزقه عذابا كبير. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبر، وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملكيت أو نار ربا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا يشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون هجرا مهجور، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مكل، ويوم تشق قسم بالغمام ونزل لملائكة تنزل، الملك يومئذ لحق لرحمن، وكان يوما على الكافرين عسر، ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول السبيل، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خالا، لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاء، وكان الشيطان للإنسان خذلا. وقال رسول يا ربي إن قومي اتخذ هذا القرآن مهجور، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن آن جملة واحد كذلك لنثبت به فرادك ورتلناه ترتل، ولا يأتونك
بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل السبيل. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزير. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدمير. وقوم نوح لما كذبوا رسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاب أليم. وعادا وثمود وأصحاب رس وقرون بين ذلك كثير. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبير. ولقد أتوا على القرية التي أمطر تمطر سوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشور. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوب. أهذا الذي بعث الله رسول. إن كاد ليذلون عن آلهة لولا أصبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل السبيل. أرأيت من اتخذ إلهه هوان أفأنت تكون عليه وكيل. ألم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. ألم تر إلى ربك كيف مد ذل ولو شاء لجعله ساكين. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسير. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ونهارا مسبتا وجعل نهارها نورا. وهو الذي أرسل ريحا بشرا بين يدي رحمة حتى وأنزلنا من السماء الماء طهور لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلى الكفر ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير. فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبر. وهو الذي مراج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزجا وهجرا مهجورا. وهو الذي خلق من ماء بشر فجعله نسبا وسهرا. وكان ربك قدر ويبدو
nem minduni lahi mala, jen fauhum vala yaduruhum, wa kanal kafiru ala rabbi zahar. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ اتَّخَذَ زَيْلَ رَبِّي السَّبِيلَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ به خبر الذي هلك السماوات والأرض وما ينوهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبر وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما رحمن أنس جدو لما تمرنا وزادهم نفر تبارك الذي جعل في السماء بروج وجعل فيه سريج وقمير منير وهو الذي جعل الليل والنهر راج ليفت لمن أراد أتذكر أو أد راشكر وإبعاد الرحمن الذي يمشيني على نردي هفين وإذا خاطي بهم لجاهلين قالوا السلم والذين يبتون ري لا بهم سجدا وقيما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرما إنها ساءت مستقرا ومقاما الذين إذا أنفق لم يسرف ولم يقتر وكان بين ذلك قمم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرام الله لا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يدبل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم ومن تاب عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب والذين لا يشهدوا زبر وإذا مروا بالغف مروا كرام والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سم وعميان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يحظون غرفة بما صبر ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسن مستقرا ومقام قد ما يعبو
vobikum rabbi, laula uda ukum, fakad kazabtum, fasaufa yak, nu lizam. Ta min si tilkaya tul kitab al mub in lalik bahi un nafsik ala yakunu mu minin in sha nunazil alayhi min sam i ayatan fadhalat أعناقهم لها خادئين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء كانوا بهم يستهزئون ولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم ظالم إن قوم فرعون ألا تقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطق للسان فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهب بآيات إنا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربيك فينا والدا ولبثت فينا من أمور كسنين فلعلت فعلكت التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلت ما إذا وأنا من الضالين فقرأت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكم وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حولك ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين قال أولم جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظر قال لملا لا إي حوله إن هذا لساهر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحري كيف ماذ تمرون قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين
يأتوك بكل سحار عليم. فجمع سهرات لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرات إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء سحرات قالوا فرعون أين لن لاجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفيكن. وألقي السحرات ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أعزن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديهم ورجولهم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضر يا إنا إلى ربنا منقلب. إنا نطمع أن يغفر لنا رب خطايانا أكنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أرسي بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشر إن هؤلاء لشرذمة قليل وإنهم لنا لغابز وإنا لجميع حزير. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا مدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك بحرا فانقلب فكان كل فرق كالطود اليعظ من وأزلف ناثم الآخرين. وأنجينا موسى ممن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فتطلوا لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباؤنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون.
فإنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقه ويهدين والذي هو يطعمني ويسكن وإذا مرضت وهو يشفين والذين يمتون ثم يحيين والذين أطمعوا أيغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة نعيم واغفر لي بي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا ينون إلى من أتى الله يقلب سلم وأزلف الجنة لمتق إن وبرزت الجحيم لغاب وكلا لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونك أو نسر فكب كينوا فيه هم الوغون وجنود بإبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصنون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما دلنا إلى المجرمون فمن لن من شافئ ولا صدق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين واتقوا الله واتيون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين واتقوا الله واتيون وكانوا أنؤمن لك واتبعك لأرزلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على رب لو تشعرون وما أنا بضارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجمين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا نجني ومن مي من المؤمنين فانجينا ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أهوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب لعالمين أتبعوا وما أسألكم عليه من أجر
in ajriyan illa ala rabbil alamin attabiuna bi kulli ri'in ma ayatan ta'thun wa tattakhizuna masani'a lakum takhludun wa idha batshatum batshatum hajarin fattaqullaha watiyun wattaqulladhi amadakum bima ta'malun amad kum bi an amin wa banin wa jannatin wa uyun inni ahafu alaykum adhab yawmin azim qalu sawa'un alayna aw azta am lam takun min al va'izin إن هذا إلا هلوق الأول إن وما نحن بمعذب فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وكان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود لمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واتقون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهون آمنين وجنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنهيتون من الجبال بيوت فريهين واتقوا الله واتيون ولا تطيعوا أمر المرسفين الذين ينفدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسخرين ما أنت إلا بشر مثلنا فاتي بآيته من كنت من صادقا قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوه بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروه وأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واتقون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتؤتون ذكورنا من العالمون وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لما لك لكم من القالين ربي نجني وأهلي مما يعملون ونجيناه وأهله أجمعين إلى عجوزا في القبر ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أشركهم مؤمنين
وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين واتقوا الله واتقون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزينوا بالقسطان سلموس تق من ولا تجخاسوا ناس أشياءهم ولا تعسوا في الأرض مفسدين. وتقول ذي خلقكم والجبلة أولين قالوا إنما أنت من المسحرة وما أنت إلا بشر مثلون وإن ظنوك لمن الكاذبا وأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقا قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم ذلل إنه كان عذابا يوم عظيم إن في ذلك لآية وكان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إنه لفي زبر أولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض أعجم فقر أه عليه ما كان به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفي بئ عذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين هم جاءثم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون وما أهلكنا من قرية إلا له المنذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستأتون إنهم عن السمع لمغزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك لأقرب واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن أصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في ساجد إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من يتزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون سمع وأكثرهم كذب وشعراء يتبعهم الغاوون
ألم ير أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تسات كي آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقمون صلاتي ويؤتون زكاتي وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب فهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن آمن لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهلي إني أنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهب وبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أنوبريك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وادخل يدك في جبيك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسق فلم جاءتهم يا آتون مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوم وفنوز كيف كان عاقبة المفسدين ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمون منطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وهشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت النملة يا أيها النملة دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده
وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك صالحين. فتفقز طيرا فقال ما لي لا أرى المخ هد أم كان من الغبي نين لأعذبنه عذابا شديد أن أو لأز يحنخ أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أهتت بما لم يهت به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وإني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وله عرش عظيم. وجدته ها وقومها ويسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتون في أمري ما كنت قطعت أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قريات أفسدوها وجلوا أعزة أهليها أذلت وكذلك يفعلون. وإني مرسلت إليهم بهدي يتين فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتي مدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجي إليهم فلنأتي تينهم بخنود لا كيل بلهم بها ولنخزيجنهم منها أذلة وهم صاغرا. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرشيها قبل أن يأتوني مسلمين. قال إفريت من الجن أنا آتيك
به قبل أن تقم من مكانك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك من قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي لبلوني وأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال: نكري لها أرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: أحد كز أرشوك؟ قالت: كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلم، وصدها ما كان تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافر. قيل لها: دخول الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قواريخ. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أهاهم صالحان أن يعبدوا له، فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لمن تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون لله لعلكم ترحمون. قالوا: طيرنا بك وممن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رحط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقسموا بالله لننبيننه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، وإنا لصادقا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم، إن في ذلك لآية لقوم يعلم. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه: أتؤتون لفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون رجالا شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مجهلون. فما كان جواب قومي إلا أقلوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فانجيناه وأهله إلى امرأته قدرناها من القابرين، وأمطرنا عليه مطر
فسا أمتر منذر قل الحمد لله وسلم على عباد الذي اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السم ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أتنبق شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا فجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجز إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يهيب المد ترى إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلف الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون أومن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل رياها بشرا بين يدي رحمته إله مع الله تعالى الله أما يشركون أفمن يدعو الخلق ثم يعيده ومن يرزق كم من السمع والأرض إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل دار كعلمهم في الآخرة بل هم في شك مما بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وعباؤون أين لما خرجون لقد وعدنا هذا نحن آباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقا قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمة هو العزيز العليم وتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم دعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي الأمي عن دلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا
لهم دعبة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا وهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تهيتوا بها علما أماذا كنتم تعملون وفقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا ليلا يسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب دعاء الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمناها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.